الاهلي يعني خلينا نتكلم عليه، ان انا بحس ان الان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال رؤيتي للناس وكلامي مع الناس، ان الجمهور مطمئن ان عناصر الاهلي كلها الان بخير، من اول حارس المرمى لغايه مودست او وسام ابو علي. الكل، وحسنا فعل كولر ان هو عمل تدوير في حاله الاصابات اللي كانت موجوده، او في 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 ظل وجود اصابات في النادي الاهلي، عمل تدوير لغايه ما كل الفرقه دخلت واصبحت كلها جاهزه للمباراه المهمه اللي جايه دي، اللي هي تمثل حاجات كتيره جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، بالنسبه لكولر، بالنسبه لحاجات كتيره، انك انت او انت حضرتك المباراه هتتلعب بره مصر لاول مره من سنه من اكتر من 102 سنه. مباراه مهمه جدا طبعا، مش هروح لها دلوقتي، لكن اهم حاجه ان الاهلي اطمئن، الاهلي صعد كاول مجموعه يعني، وفاز على ما اعتقد باربع مرات قبل كده، لما فاز لما كان في اول مجموعه، ومرتين مش بصراحه بالارقام بتدوه مني، فده ياكد ان الاهلي ماشي بوتيره كويسه جدا، والاهلي بيقدم مستويات رائعه، وده يطمئن جمهوره، ويطمئن ان الفرقه جايه، يعني المستوى اللي هم فيه ده مستوى رائع، لكن الجمهور الاهلي بيامل في الاروع والافضل والافضل. طيب ده كلام جميل. كده كده مباراه يانج افريكانز والاهلي، احنا مستعد طبعا للاهلي بالاحمر ده. ده اكيد. اما الحلبس ايه طيب؟ اخضر؟ لا احمر.